قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا قد توقفنا عند المطلب الثاني تحت المبحث الثالث الذي ذكر فيه المصنفون حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وذكروا فيه بعض المسائل، ومررنا على مسألة الرقى، وتوقفنا عند المطلب الثاني وهو التمائم. وقالوا تعريفها التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر. وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين لزعمهم الباطل. كان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. وقلنا إنهم كانوا يتلمحون من اسمها التميمة أو التمائم، أن يتم الله عز وجل لهم مقصودهم، يعني يتم الله عز وجل بها دفع العين عن أولادهم. من هذا الباب أيضا باب التمائم، لأنه قال ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها، يعني يعلق على العنق وغيره من مثل هذه الأمور أو غيرها من الأمور الأخرى التي شاعت وعرفت بين الناس، كما يفعله الناس من إلباس أولادهم خلاخيل الحديد وغيرها، يعتقدون أن ذلك يحفظهم من الموت الذي أخذ بقية إخوتهم، ويقولون إن هذه الخلاخيل يعني تحفظهم من العين ومن الموت وغير ذلك، وهذا تعلق ولا شك بغير الله عز وجل. ومن ذلك أيضا لبس الحلقة من الفضة يتبركون بها، أو لمنع الأمراض أو نحو ذلك، أو خواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن أو نحو ذلك. كل هذه أمور داخلة تحت ما يسمى بالتمائم التي يعلقونها يدفعون بها العين أو يحفظون بها أولادهم أو يتقون بها الضر أو يدفعون بها الشياطين أو غير ذلك. كل هذه الأمور تعلق بغير الله عز وجل، وهذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. إذن تعريفها ذكر بعد ذلك حكمها، قال التحريم، حكم هذه التمائم التي تعلق على العنق وغير العنق، وكما ذكرنا هذه الأمور الكثيرة وغير هذه الأمور مما يعني شاع وعرف بين الناس، حكمها التحريم، بل هي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله، إذ لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. وهذا شيء يعرفه المؤمنون ويعتقدونه بقلوبهم، من يدفع الضر إلا الله، من يكشف البلوى إلا الله، من يحمي الإنسان من العين بإذنه سبحانه، وإلا أصابت أيضا بإذنه هذه العين، وكل شيء بقدر الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمؤمن قلبه متوكل على الله عز وجل، عنده يقين في قدر الله عز وجل، وهو مسلم إذا وقع له شر أو نحو ذلك يسلم، ثم هو قبل وقوع هذا الشر لا يستعين عليه إلا
بالله سبحانه وحده الذي يكشف الضر ويرفع البلاء سبحانه وتعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا حديث كما ذكرنا في المرة السابقة له قصة، وهي أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت وهي تحكي ما جرى لها: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، دخل عليها فمسها فوجد في عنقها خيط، فقال: ما هذا؟ يسأل عن هذا الخيط، فقال: ما هذا؟ قالت: خيط رقي لي فيه، خيط رقي لي فيه، فأخذه وجذبه بشدة وقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. عرفنا أن التمائم ما يعلق في العنق، فعبد الله بن مسعود يذكر لها ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فكأنها تعجبت من هذا، وقد كانت لها تجربة مع هذا الشيء وهذا الخيط، فقالت: لقد كانت عيني تقذف، كانت عينها تدمع تسيل بالدموع. وفي بعض الروايات أنها مرت فرأت فلان فقذفت عينها التي تليه، يعني صارت تسيل بالدموع. قالت: فكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقي لها على هذا الخيط، فإذا رقى على الخيط سكنت عينها، وإذا كف كانت تسيل بالدموع. فقال عبد الله بن مسعود، وهذا من فقهه العظيم: إنما ذلك الشيطان، أو إنما ذلك من فعل الشيطان، كان ينخسها بيده، يعني يطعنها بيده، يطعن في عينها بيده حتى تسيل. وفي بعض الروايات: فإذا أطعته سكنت، وإذا عصيته نخسها بيده أو طعنها بيده. ولذلك كانت عينها تقذف، كانت عينها تسيل بالدموع. فقال إنما، ثم دلها على الصواب، هو عرفها بالخطأ ولم يتركها كما يفعل كثير من الناس، يقول: هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا كذا، طيب عرفنا الصواب. قال: إنما كان يكفيك أن تفعلي أو تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وهذه استعانة بمن؟ بالله، لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب البأس، لا واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فدلها إلى الرقية الشرعية، وأن تضع يدها مثلا، وهذه من الرقى أيضا، وتقرأ الفاتحة، أو تضع يدها على عينها وتقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، مثلا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. والرقى هذه كما قلنا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقي له، وعلم أصحابه الرقية، وكان بعضهم يعني يجتهد في هذا ثم يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في بعض الأحيان: وما يدريك أنها رقية، ويبتسم ويبتسم مقرا له بأن هذه من الرقية، كمثل قراءة الفاتحة مثلا على اللديغ أو غيره من المرضى أو نحو ذلك. وهذه موجودة في كتب الأذكار وغيرها لمن أراد أن يرجع إليها. الرقية ليست شيء، يعني ليست طلاسم ولا الفاتحة وقراءة المعوذات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يده يقرأ المعوذات ويمسح بها جسمه، وهكذا كانت يعني، أو كان الصحابة يفعلون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس، الدعاء والاستشفاء بالقرآن، يعني بالقرآن وبالأدعية مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما يعني ورد في الشرع. الشاهد من هذه القصة أو مسألة، وستأتي إن شاء الله في النقطة التي تليها أيضا، أن المسألة، وهذه نقطة مهمة جدا، مسألة لا ترجع إلى الانفعال العاطفي، وليست المسألة بالتجربة. وسيأتي معنا إن شاء الله مسألة الحكم على الشيء بأنه سبب. نحن نقول أن الأخذ بالأسباب عمل
عمل الجوارح، والتوكل شيء في القلب، عمل قلبي، والأخذ بالأسباب عمل الجوارح. فإذا أخذ الإنسان بالأسباب فلا يتعارض هذا معه مع الشرع، ولا ينافي هذا التوكل. لكن مش كل إنسان يأتي بشيء يقول سبب، مش كل إنسان يأتي بشيء يقول أنا جربته فوجدته مفيدا. ثم إذا فتشت أو فتش هو في نفسه وجد المسألة مجرد انفعال عاطفي، كمن يأخذ دواء ليس له علاقة تماما بالمرض، لكن هو عنده قناعة أنه طالما أخذ دواء أنه أن هذا الدواء فيه، فبالانفعال النفسي وبالشيء النفسي الذي يكون في 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 نفسه وفي قلبه قد يصح. لماذا؟ لأن هذه الأمور ترجع إلى نفسية الإنسان. كلما كانت نفسيته يعني صحيحة سليمة يعني منتعشة، كلما أثر الشيء فيه. إذن ليس هذا طريقا لمعرفة الأسباب وللوصول إلى الأسباب، مفهوم يا أخوانا؟ ليست المسألة بالانفعال العاطفي. وقد ذكرنا في المرة السابقة أن بعض الناس قد يرتاح في بعض الأوراد المبتدعة، كأن يقرأ سورة كذا كذا وكذا مرة 20 مرة مثلا بعد العصر، واللي يقرأها له وكذا وكذا من الثواب، وهذه أشياء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما تذهب وتقول له هذا شيء مبتدع، هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخصيص مثل هذه الأوراد والورد يوم السبت وورد يوم الأحد وورد يوم الاثنين وغير ذلك من الأوراد التي ابتدعوها، ثم تأتي وتقول له هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا شيء غير مشروع، هذا يقعك في البدعة أو نحو ذلك، يقول لك لا أنا جربته ده مفيد جدا، وهذا له أثر، وهذا له نفع، وأنا أجد راحة نفسية، أو غير ذلك مما يفعله الناس عند مثلا قراءة القرآن عند القبر أو الصلاة في داخل القبر أو غير ذلك. انظر إلى عبد الله بن مسعود يقول إنما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده، إنما ذلك الشيطان إذا أطعته كف عنها، وإذا عصيته ماذا كان يفعل؟ يؤذي الإنسان. إذا دائما هكذا الشيطان إذا نال بغيته من الإنسان خلاص تركه وكف عنه، وإذا عصاه الإنسان واتبع أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان دائما في إيه؟ في حرب معه لا يتركه. هذه الحرب قد يكون فيها المعاناة، بخلاف لو تركه الإنسان فإنه سيستريح، لكن هذه راحة فيها هلاكه، وهذه مجاهدة فيها نجاته، وهذه مجاهدة في غاية ما يكون من يعني المتعة إذا جاهد الإنسان في الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يزال الإنسان يجاهد في الله عز وجل ويقاوم نفسه ويعني يقصرها على اتباع السنة واتباع أمر الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى يعني راحة القلب وسلامة الصدر وغير ذلك. ستأتي معنا إن شاء الله مسألة الأسباب وطريق معرفة الأسباب، كيف نعرف أن هذا شيء سبب. عن عبد الله بن عكيم إن الرقى والتمائم والتولة. التولة إيه هو؟ التولة شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن، شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. إيه هو يعني؟ حلق مثلا أو يعني قرط مثلا أو عقد أو لباس معين. لا، نوع ضرب من السحر والأعمال والتعويذات، لكنه خاص بالإيه؟ بالمحبة. ماشي يا أخوان؟ مفهوم؟ التولة شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن، وهو يعني نوع من السحر أو الطلاسم أو الأحجبة أو غير ذلك مما يعرف. والرقى قد مرت معنا، والتمائم ها هي التي معنا، كل هذه شرك. قلنا إن الرقى، هذه الرقى التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هي الرقى الموصوفة بكونها شركا، وهي التي فقدت الشروط التي يعني أسلفنا ذكرها في المرة السابقة، الشروط الثلاثة: أن يعتقد أنها لا تنفع بذاتها، وأن تكون بأسماء الله وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن تكون بما يوافق الشرع. هذه الثلاثة التي هي شروط الرقى المشروع، ما خالف ذلك فهي رقى إيه؟ ممنوعة، غير مشروع.
عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، وإذا وكل إليه وكل إلى الضياع وإلى الفقر والحاجة، ولم تقطع حاجته لأنه وكل إلى شيء لا ينفع ولا يضر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. انظر، عوقبوا بنقيض قصدهم، كانوا يتلمحون من اسمها أن يتم الله عز وجل مقصودهم، يقولون تمائم هذه تتم المقصود من دفع العين أو دفع الشر أو غير ذلك، فعوقبوا بالعكس: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله عز وجل له مقصوده، وهذا يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، والودع معروف الشيء الذي يخرج من البحر، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له نفس المعنى، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله عز وجل له مقصوده، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لا، أي لا جعله الله في دعة وسكون، واضح؟ من تعلق ودعة فلا ودع الله له. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك، وهذا الشرك، من تعلق أو من علق تميمة فقد أشرك، هذا الشرك قد يكون شركا أكبر، هذا الشرك قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفع الضر بذاتها دون أمر الله عز وجل، وإلا فهو شرك أصغر إذا اعتقد أنها إيه؟ سبب من الأسباب، معنا ولا؟ طيب، فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت في غالب رقى العرب، فنهى عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله. ثم سيبحث لك المصنف مسألة أخرى، هو لما قال التميمة ما يعلق على العنق من تعويذات وخرزات أو عظام أو نحو ذلك، طيب هناك ما يعلق من القرآن، يعني قد يعلقون القرآن كآية الكرسي أو القرآن كله أو نحو ذلك، هذا مما اختلف فيه السلف، هذا مما اختلف فيه السلف حتى في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في ذلك، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وظاهر قول عائشة، وقال به جماعة من التابعين، وقال الطائفة لا يجوز، وقال به عبد الله بن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه أيضا قال جماعة من التابعين. طيب، اختلف السلف، بعضهم قال لا يجوز وبعضهم قال يجوز. الذي قال يجوز لأن القرآن بركة، القرآن بركة وتبرك به ولا شيء في هذا، لأنه ليس فيه ما يخالف الشرع. والذي قال لا يجوز قالوا به إيه؟ سدا للذريعة، لأنه يوصل إلى الشرك وإلى تعليق أشياء غير القرآن، لأنه قد يظن الجاهل أن الإنسان إذا علق القرآن فإنه يجوز له أن يعلق غير القرآن، ثم إنه إذا علق القرآن فقد يمتهن بدخوله معه في الخلاء، أو زي بعض الناس يمسك في يده مثلا ميدالية أو شيء من هذا مكتوب عليه آيات من القرآن، ماذا يفعل؟ إذا دخل بيته ألقاها هكذا، أو إذا دخل المسجد رماها في الأرض أمامه، وكثير ما ترى هذا، مش كده؟ طيب إذا حمل الإنسان شيء من القرآن، وإن كان هذا يعني سدا للذريعة، يعني ينهى عنه، أو يعني يترك حتى لا يمتهن، ولا حتى يكون في صيانة، والقرآن لم يتخذ لهذا، وإنما يعني جاء القرآن يعني هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور وموعظة للمؤمنين، لكن إنسان حتى إذا حمل آيات القرآن في شيء معلق أو في مثلا ميدالية أو شيء من هذا، لا شك أنه سيمتهن، فصيانة للقرآن يمنع هذا، صيانة لكلام الله عز وجل يمنع هذا.
ذكر المصنفون هذه المسألة وقال إن قالوا إن أهل العلم اختلفوا فيها، قالوا فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء. قال وهو الصواب لوجوه أربعة، أولا عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للعموم، في النهي عام إن الرقى والتمائم. طيب الرقى خصصت بالرقى الشرعية، إذا قلنا إن الرقى ده لفظ إيه؟ لفظ عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي له كما قال أهل العلم، ورخص في الرقية وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وغير ذلك. إذن هناك مخصص لهذا الإيه؟ العموم، وهي أن تكون الرقى مشروعة، رقى شرعية. لكن التمائم ليس فيها مخصص لهذا الإيه؟ لهذا العموم الذي ورد من النهي، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كل هذه ألفاظ فيها إيه؟ فيها عموم ولا مخصصة لهذا العموم. طيب إذا خصصنا هذا العموم يكون تخصيص بدون إيه؟ بدون نص، إذا قلنا القرآن يعني مخصص من هذا العموم، طيب هذا تخصيص بدون نص، لابد أن يكون هناك نص مخصص لهذا النص العام الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الأسباب قال سدا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. ثالثا أنه إذا علق فلابد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. رابعا أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة التبرك بالقرآن، يعني بأن يوضع في المصحف مثلا في سيارة أو يوضع في البيت على جهة التبرك أو نحو ذلك، هذا لم يرد في الشرع، وإنما ورد تلاوة القرآن، حفظ القرآن بتدبر وفهم لمعانيه ونحو ذلك، هذا الذي يعني يحدث البركة في شخص الإنسان وفي حياته وفي من حوله من أهله وأولاده ونحو ذلك. أما أن يحمله معه في ميدالية أو يضع المصحف نفس المصحف في السيارة أو يضعه في بيته أو يعلقه أو نحو ذلك، فهذا يعني لم يرد، وإنما الذي ورد قراءة القرآن والتدبر للقرآن والفهم لمعانيه، وهذه هي النقطة الرابعة التي ذكرها، أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به على المريض فلا تتجاوز، يعني لا نتجاوز ذلك إلى مسائل أخرى من التعليق وحفظه في قطيفة على في السيارة أو في البيت أو نحو ذلك. المطلب الثالث لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك، والخيط معروف، لبس الحلقة ذكر الحلقة والخيط معروف، وقد يجعل من الصوف أو الكتان، وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين. الله تعالى يقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الوهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا حديث عمران بن حسين في هذا الباب، وهو باب لبس الحلقة والخيط ونحوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، ورأى رجلا هو رجل نكرة، لكن ورد في بعض الروايات عند الحاكم قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي حلقة صفر. من هو؟ عمران نفسه، لكن لما يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انزعها ويعني نهاه، فكأنه استحيا أن يقول هذا يعني أو يعني أن ينقله أو ينقله الرواه عنه لمكانته رضي الله عنه، أن رجلا في يده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر اللي هو النحاس الأصفر، فقال ما هذا؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال من الوهنة، يعني لبستها بسبب الوهنة، والوهنة مرض يوهن الإنسان ويضعفه،
لبستها بسبب هذا المرض الذي أضعفني وأوهنني، يعني أصابني بالضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها، النزع، شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم، انزعها صلى الله عليه وسلم قال انزعها، والنزع الجذب بقوة، يعني ليس مجرد إلقاءها، لا، كأنه شيء خطير. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فأخبره بأنها لا تنفعه ولا تضره، بل تزيده ضعفا في دينه قبل صحته. هو لبسها بسبب، وهي لا تنفعه لأجل هذا السبب، ثم إنها إضافة إلى هذا أضعفته في قلبه، لأنه تعلق بقلبه بها، تعلق بغير الله عز وجل، فأصابته في، والأول أعظم من الثاني، إصابته في دينه وفي قلبه. بعض الناس يعني يمرض فيطلب راقيا، يطلب من يرقيه أو يسحر أو غير ذلك، ثم يقال له فلان هذا يعني يرقي أو فلان هذا، فيتعلق بقلبه به ويقول فلان يعني، أو قد يقع في شبهة يقول فلان يعني أقرب إلى الله عز وجل، ولعله إذا قرأ فيكون كذا وكذا وكذا، فيتعلق بقلبه به. والإنسان هو نفسه المكلوم المجروح صاحب الحاجة، هو أولى الناس، لأنه هو الذي أصابه المرض، وهو الذي يعني في النائبة، وهو الذي يعينها. فلعله إذا قرأ على نفسه ومسح واستشفى بالقرآن وبآيات الله عز وجل وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلعل هذا أن يكون أقرب أم من يجيب المضطرة إذا دعاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك. انظر، شوف الألفاظ في منتهى القوة، انزعها، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. سبحان الله، فإنها لو مت، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك محرم، لبسها محرم، فإن اعتقد لابسها هو محرم، ثم سيفصل لك بعد ذلك. قال: فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية. لماذا؟ قال: لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون. الله عز وجل من آثار ربوبيته الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والشفاء، لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي. الله عز وجل هو الشافي، هو الذي يشفي بإذنه سبحانه وتعالى وبأمره. فإن اعتقد لابس هذه الحلقة أو الخيط أنها مؤثرة بنفسها، يقول هذا النحاس أو هذا الشكل الهندسي الغريب الذي له صفة معينة، هذا له تأثير عجيب في الروماتيزم أو في كذا أو كذا أو كذا مما، ويتم بأشكال معينة ويقولون هذا يشفي من مرض كذا أو يشفي من كذا أو كذا أو كذا. فإذا اعتقد أنها تشفي هي بنفسها من دون الله عز وجل، فهذا شرك إيه؟ أكبر في توحيد الربوبية، لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا أصغر. لماذا؟ انظر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، والتفت إلى غير الله بقلبه. دي بقى مش تحط فوقها خط ولا تحط تحتها خط، لا، بروزها كده، شوف، والتفت إلى غير الله بقلبه، وفعله هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجى منها جلب النعماء أو دفع البلاء. طيب، هو اعتقد أن ما ليس سبب سبب، طيب كيف نعرف أن السبب سبب؟ ما طريق العلم بمعرفة كون الشيء سببا؟ كيف نعرف؟ بالشرع، أولا بالشرع،
جاء الشرع بأن القرآن شفاء، وشفاء لما في الصدور، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وجاء في القرآن أيضا أن العسل فيه شفاء للناس مثلا، فهذا شفاء ورد في الشرع. الحجامة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها الشفاء، إلى غير ذلك مما ورد في الشرع أنه سبب، مما ورد في الشرع أنه سبب. إذن أول طرق العلم بمعرفة كون الشيء سببا هو الشرع، سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا القدر، ثانيا القدر. طيب القدر إزاي يعني؟ كما إذا جربنا الشيء فوجدناه نافعا في الألم أو في المرض، لكن لابد أن يكون الأثر ظاهرا، انتبه، لابد أن يكون الأثر ظاهرا، كبعض العقاقير التي تركب أو بعض الأعشاب التي يكتشف تأثيرها على بعض الأشياء أو نحو ذلك من الأشياء التي تجرب فتثبت أو يثبت للناس مع كثرة هذه التجارب وتواطؤ الناس عليها بالأثر الظاهر وليس بالإيه؟ بالانفعال النفسي كما ذكرنا آنفا. يبقى ليست المسألة انفعال نفسي أو شيء عاطفي يجلب الإنسان في قلبه فيجرب هو بنفسه وحده شيء من الأشياء فيقول هذا شيء نافع، هذا شيء نافع، كالحلقة مثلا من النحاس أو نحوه، يقول لا بس هي فعلا نافعة، وأنها تدفع هذا الوهم، وأنها تدفع هذا المرض والضعف، لأنني جربت. هذا شيء ليس جرب وعرفه الناس وكسر في الناس معرفة أن هذا الشيء سبب من الأسباب. إذن ضابط مهم جدا أن يكون الأثر ظاهر وأنه لا يخضع للانفعال الإيه؟ النفسي، وإلا لو ترك الشيء للانفعال النفسي فقد يأتي هذا ويقول ده الشيء ده نافع، ونفس الشيء يجربه واحد آخر يقول ده ضار أنا جربته ومنفعش، وشيء آخر يقول أو رجل آخر يقول أنا جربت شيء ثالث ونفع ورابع وخامس، ويتعلق الناس بقلوبهم بغير الأسباب الشرعية أو الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباب. إذن طريق العلم بمعرفة أن الشيء، طريق العلم بكون الشيء سببا هو الشرع أو القدر، كما إذا جرب الشيء فوجد نافعا في باب من الأبواب. المطلب الرابع التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. التبرك هو طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين، أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. ثانيا أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك. ذكر في هذا أن البركة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون شرعية وإما أن تكون غير شرعية. أن تكون شرعية أن تكون بأمر شرعي مثل القرآن، وأن تكون غير شرعية كأن تكون بشجرة، بحجر، بقبر، بشيء غير الشرع. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قال فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك،
ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى انتبه، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بعد إذ نجاهم الله عز وجل وجعل لهم البحر يبسا، ومروا رأوا قوم رأوا قوما يعني يعبدون أصنام، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله. فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها. السدرة إيه هي؟ الشجرة العظيمة. فهؤلاء طلبوا سدرة، هنرجع للحديث وإن شاء الله ونفسره، لكن فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون عندها، سدرة الشجرة الكبيرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة. أولئك اللي هم مين؟ بنو إسرائيل. واضح؟ فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ إله غير الله شرك واضح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم، إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا. طيب نرجع إلى الحديث. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني إلى غزوة حنين التي ذكر الله عز وجل في القرآن، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وهذه كانت بعد فتح مكة لما تجمعت له ثقيف وهوازن جمع عظيم كثير، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في 12,000 من أصحابه لما قالوا لن نهزم اليوم من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قالوا ونحن حدثاء عهد بكفر، لتوهم كانوا داخلين في الايه؟ في الإسلام، وكأنه يعتذر عن الشيء اللي هيحصل بعد كده، يقول ونحن حدثاء عهد، يعني انتبه هو ده الشيء اللي أوقعنا فيما قلناه، بمهد لما سيأتي. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، وقلنا أن السدرة الشجرة العظيمة ذات الشوكة هي مفسرة عندك في الهامش، يعكفون عندها، يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم، يعلقونها، يعلقون الأسلحة بهذه السدرة عظيمة ذات أشواك، يعني لها أغصان وأشياء يعني تخرج منها كثيرة، فيعلقون فيها الأسلحة عشان يرتاح، عشان هي ثقيلة، لا يتبركون بها، يقال لها ذات أنواط، قال بعض أهل العلم هذه شجرة بعينها كانت للمشركين، يعني شجرة بعينها يتبركون بها، والقوم كانوا حدثاء عهد بكفر، لسه الأفكار في رؤوسهم لم تخرج، فهو يعتذر لما حدث من قولهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لسه مش فاهم مسألة الايه؟ التبرك، ويريد أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر مثل الذي للمشركين، سدرة أخرى، لكن سدرة بقى للإيه؟ للمسلمين، ومعلوم أن هذا سواء كان للمسلمين أو للمشركين فهو شرك. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم واستعظمه، ليس كالتكبير الذي يكون من الفرح، إذا فرح الإنسان فقال الله أكبر، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كبر النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا واستعظاما لما قالوه، كيف يقولون هذا وقد أنجاهم الله عز وجل من الشرك وأدخلهم في الإسلام؟ إنها السنن، السنن يعني الطرق التي يسلكها العباد، قلتم والذي نفسي بيدي، ثم قرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصورة ووضح لهم المشابهة أو وجه الشبه بينهم وبين ما كان من بني إسرائيل لما عبروا البحر، فقالوا وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل قولهم. في آخر الفصل قال إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع، مش يعني مش كل الأمة ستقع في هذا، ولكن سيقع شيء من هذا في أمته، لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني سيقع هذا في بعض أناس من ينتسبون إلى هذا الدين وهذه الملة، إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا
ومحذرا، يعني لم يرد به الإقرار، يعني مش يقول ده شيء سوف يقع وهو يقر ذلك، وإنما كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من وقوعه، يعني خذوا حذركم أن تقعوا في مثل هذه الأمور. لأنه معلوم أن سنن من كان قبلنا، يعني هذا الشيء الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا حسنا، أنهم قالوا اجعل لنا إلها، فمعلوم أن سنن من كان قبلنا هذا سنن يعني فيه ضلال وفيه زيغ، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من اتباع سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى. المطلب الخامس النهي عن أعمال تتعلق بالقبور، وقد يطول هذا، نتوقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.